انا ما زلت هنا في الاورتاون في سان دياغو. المعلوميه طبعا كاليفورنيا بصفه عامه كانت كلها ارض، يعني اول شيء كانت مستعمره اسبانيه، بعدين صارت مكسيكيه، بعدين في الاونه الاخيره اصبحت امريكيه في عام 1848. لو تلاحظ هنا في عندي التاريخ يوثق الكلام ده، في عام 1848 كاليفورنيا becomes a United States territory and an international border created between Mexico and the United States. فكانت أصلاً أرض يعني مكسيكية، أمريكا يقال إنها اشترتها. المهم صارت أرض أمريكية في عام 1848، ونحن الآن في أرض أمريكية وفي ولاية من أهم الولايات الأمريكية اللي يسموها Golden Age State. الولاية دي طبعا من أشهر الولايات ومن أكبر الولايات ومن أحلى الولايات ومن أغنى الولايات كمان في أمريكا كلها. سبحان الله، لو كانت إنها مكسيكية كان زمانها دحين زبادة، لكن الأمريكان أخذوها وطوروها وزبطوها. طبعا رأي يعني، لو كانت أرض مكسيكية كانت زبادة، لكن سبحان الله زبطوها الأمريكان. صارت هنا، ما زلنا في هذا المحل هنا، كله حاجات مكسيكية. احلى شيء هذا، شوفوا هذه، طبعا هذه الولاية مشهورة بزراعة الصبار. طبعا اجواء حارة وجافة، والصبار هذه البيئة حقته، وانواع كثيرة عنده من الصبار. شوف هذه صبارة صغيرة حلوة، صبارات كثير، انواع واشكال عندهم، مشهورين مرة بالصبار هنا. طبعا فوائده كثيرة صبار، ويستحمل الحرارة ويستحمل دام، حتى عندهم صبار كده أجزاء كبيرة. هذه كلها مشاتل يزرعوها. الشيء الجميل اللي هنا إنه حتى في الشوارع لما يزينوا الشوارع يحطوا من هذه الأشجار اللي هي تستحمل الحرارة وتستحمل الجو والأجواء الجافة وقلة الماء. مو زي أصحابنا اللي عندنا يحطوا لنا ورود. طيب يا أخي الورد يا ما حيعيش، حتحطه يومين بعد كده يروح. فهنا يعني لاحظوا كلها صبار، اشكال بصراحه حلوه مره، انواع كثيره من الصبار وجميله بصراحه. انا ما زلت في الاولد تاون